أمام أكرم زوي. أكرم الزوي الدولي اللي بيحتاج. أكرم الزوي جوهرة النادي الأهلي. أكرم الزوي المهاجم اللي يعرف الطريق سيد للشباب. اسم كبير جدا في كرة القدم الليبية نتكلم عن أكرم الزوي. أكرم بعد صولات وجولات في الملاعب العربية سواء كان في الأردن في قطر في الكويت مجموعة كبيرة لعب في الدوريات العربية وكانت له بصمة أكيد في كل دوري لعب فيه. اللاعب أكرم الزوي قدم موسم استثنائي مع فريق الأهلي بشهادة الجميع. أمامنا أحد أبرز الأسماء اللي شاهدناها وتابعناها في بطولتنا المحلية هذا الموسم. لاعب المنتخب الليبي أكرم علي الزاوي من الأسماء المؤثرة من الأسماء البارزة من الأسماء التي تألقت. كراتك بينياتك مميزة وساحرة يا أكرم يا زوي. ورمانة الميزان في النادي الأهلي أكرم الزوي. أكرم مراوغة ممتازة ينطلق أكرم الآن يلعب من الكرة في الأمام إلى فاضل تصل الكرة إلى فاضل وركلة جزاء ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي. مراوغة كانت ممتازة من أكرم الزوي ولعب الكرة في الجنب الثاني مع انطلاقة فاضل وهنا العقل أكرم بشكل ممتاز مراوغة من جانب أكرم تغيير جهة اللاعب كليا في الجهة اليسرى. يلعب الكرة لأكرم زوي زوي وراوغ رائع يا أكرم رائع يا أكرم. كلام جديد زوي 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 مراوغة ممتازة زوي عرض كبير يقدم أكرم زوي في مباراة اليوم مراوغة ولا أربع. أكرم بشكل ممتاز من تغيير أكرم الزوي الشويني إلى أكرم أكرم بكاد إلى مد إلى حسين طنطن كرة في وسط الملعب عن طريق أكرم الزوي أكرم من جديد الزوي سلام رائع إيراتك بينياتك مميزة وساحرة يا أكرم يا زوي. فاضل سلامة أوه هدف ثاني لصالح فريق الأهلي. الهدف كان بيمضى أكرم الزوي. إذا أكرم الزوي يضيف ويعزز انتصار فريق الأهلي بإضافة هدف ثاني. ميسي يلعب كرة طويلة في اتجاه لافي مغيرة في الرأس في جهة أكرم الزوي التصويب جول 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 يضرب ويصيب ويسجل أول أهداف الأهلي. يحاول قيام الآن عن طريق هذه الكرة الآن فرصة الهدف الثالث ويأتي الهدف الثالث هدف ثالث لصالح فريق الأهلي. لاعب وصل على الدرجة عالي جدا هذه محاولة أخيرة فرصة هدف لصالح فريق الأهلي هدف لصالح
تحصل على خطا، كان تحصل الزوي على خطا. هذا هو الزوي لاعب مهاري من اللاعبين الذين يجدون اسم اللاعب بالتالي خلق اضافه بالنسبه للوسط. يلعب كره في الزاويه، الزوي ينطلق الان، الزوي ينطلق الان، براوغ فور وبطاقه صفراء لعلي سلام مع براوغ
الاعصاب. ومعه العبار الى اكرم. اكرم يراوغ، اكرم يتقدم، اكرم الزوي، اكرم الى طقطق. وخلص دقائق اخيره وهذه فرصه لصالح فريق الاهلي عن طريق اكرم الزوي. ترجع من بلعه وكره من هدف ثاني. شكرا عند الزوي، يسلم كره زوي اماميه عن فضل سلامه. الايقونه الجديده الاهلاويه بكره ملعوبه بالعرض مرت من جميع وبرقيقه واول اهداف اللقاء. كره خطيره باتجاه ديونغا. تعود الكره بجانب اكرم الزوي يراوغ يفعل كل ما يريده في وسط الميدان حسين طقطق والبينيه. شكرا لصالح فريق الاهلي هذه الكره ملعوبه عند برقيقه. جمع برقيقه يلعب كره بالعرض. تعود من جديد لأكرم الزوي، السماتة من أكرم الزوي. يفقد كرة دقيقة من الزوي أكرم. يلعب الكرة ويتبادل الكرة مع سلامة لبعضيلة للزوي. يلعب الكرة للأمام. ويد ارتقاء. الثاني أكرم الزوي حطها على الأرض. أكرم يحاول المراوغة. يمشي بالكرة يسلمها لعلي يوسف. أكرم الزوي، الزوي يسلم باتجاه المهدي الكوت. والذي يجوي لأكرم الزوي، أكرم إلى الجويني. قلت اللاعب المهاري لاعب ذو خيال واسع أكرم الزوي. كفو أكرم الزوي، أكرم مميز. سواء كان في صنع الكورة أو بدونها، قوي تكتيكيا، مميز فنيا ومهاريا. عن أبرز الأسماء مثل فريق الأهلي هذا الموسم. لقب الهداف في أكثر من مناسبة على مستوى خبير أكرم الزوي خبير الكابو بالملاعب الليبية.